لنا مشاهدين متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم، رجعنا لكم مرة أخرى من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا في منطقة ديال السيد البرنوصي، يعني كما كتلاحظوا معنا هاد الأثناء هاد الشركة هادي اللي أمامنا شركة ديال الزجاج، يعني صنع الزجاج، يعني الآن شعلت لها العافية، استنفار أمني بعين المكان، أيضا رجال الوقاية المدنية كيقوموا بالواجب ديالهم ومجهودات كبيرة باش يحاولوا أنهم يسيطروا على هاد الحريق هذا. صراحة مشكورين رجال الوقاية المدنية ورجال الأمن على مجهودات اللي كيبذلوها صراحة الليل النهار من أجل الراحة ديال المواطن. يعني هنا استنفار أمني كبير بجنبات هذه الشركة هذه اللي شعل فيها العافية. صراحة يعني حضور رجال الأمن بعين المكان واستنفار أمني كبير، أيضا حضور ديال العميد المركزي لهذه المنطقة هذه اللي هي البرنوصي. يعني مجهودات كبيرة وجبارة اللي كيقوموا بها صراحة. يعني هذه شركة لصنع الزجاج اللي كتواجد في منطقة ديال السيد البرنوصي، قنينات ديال الزجاج كيتصنعوا في هذه الشركة. يعني استنفار أمني كبير بعين المكان، فكنتمنوا أن رجال الوقاية المدنية أنهم يسيطروا على هذا الحريق، يعني فالحريق بدا كيقل شوية، يعني فالتوفيق لهم يا رب. يعني مجهودات كبيرة وكبيرة بزاف صراحة. فكنتمنى لهم كل التوفيق يا ربي باش يسيطروا على هذا الحريق، الله يوفقهم. يعني حريق اللي مهول، يعني كيف ما كتعرفوا ان هذه الشركه هذه فيها مواد قابله للاشتعال، يعني فصعيب انها باش تطفى دغيا، يعني صعيب انها باش تطفى العافيه دغيا. Thank you.
يعني مجهودات مبذولة من طرف رجال الأمن وأيضا رجال الوقاية المدنية باش يسيطروا على هذه الحالة. لأن مشاهدينا الكرام غادي نودعكم الأمن، نلقاكم في بث مباشر إن شاء الله. إلى اللقاء.